معقول لك؟ معقول هذا ابنه بيصير يضحك علي وسالبه كل الوقت؟ لك انت اللي اعطيته المصاري لك لمن؟ لك شو اعطيته المصاري؟ دي حزفها لانه انا ناقصه اطقم. لك انت عامل لي كفين، تعمل لي كفين، زلمه فقير ومعتر، وقت اللي بصير معه مصاري بيعطيك القرشين، بعدين دخيلك، قد ايه عطيت؟ 18 ورقه عملت لي اياها 200، عزمي لك نمس، قديش عطيت؟ والله ما بعرف قديش عطي، مو 200، بس هو خلاني احسب وقول له 200. الله لا يوفقه، الله يصف عمره، ولك عشمني وخلاني احلى وتخيل عندي اولاد ومرأة مثل كل هالعالم والناس. بس واللي جرح الرقبة، واللي جرح الرقبة اللي حطته ياهو القسم عنده، ولك وقت حطيت علاقتي براسي قلت بدي اشتغل وصير عالم وناس، ولك بيطلع لي واحد فصعول مثل ابو بدر يصب علي. لك روق، لك نمس روق، ابو بدر لا تخاف منه، مثل ما انا شايفك ها راح يرجع لك مصاري. معلوم راح يرجعون، راح يرجعون ورزقي فوق رقبته كمان، ولك هالدعا بجبيني، ولك اول مره بحط علاقتي وبشتغل عن حق وحقي بدي يرجعون. ولك راح يرجعون شو بدنا نمس روق بقى خلصنا. بسيطة ماشي. دانكي ايه هاي في عنا واحد لازم نعمل له حساب. حساب واحد لمين؟ حساب واحد بس الاب زودك، وبيكون اخر حساب. خلي يا خا هو هيك لك نمس اخر حساب. لا نمس اخر حساب وما نبطل. اه شو علي ما نبطل وعلى ليره وليرتين ولا بيلو.